ومن رغدان إلى مغنات أردن يا بلدي، من كلمات شاعرنا الراحل حبيب الزيودي وألحان توني سابا، غناء محمد رمضان ويحيى سويس، وترسم اللوحة الفنية فرقة أوسكار العالمية بقيادة الفنان علي محمد أبو غريب. أجمل شعر في مغانيها، لكنت يا شعري إن لم تكن فيها. هذه بلادي ولا طول يطاولها، في ساحة المجد أو نجم يدانيها. قسما 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 بمن طاف الحجيج به ولاذ بزمزم، إنا نقشنا العهد يا عمان فوق المحصان. قسما 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 بمن طاف الحجيج به ولاذ بزمزم، قسما إنا نقشنا العهد يا عمان فوق المحصان. عهدا ترتله المآذن كالكتاب المحكم، ونبوح فيه من الضمائر في الظلام المبهم. صليبة فرق قلب المسلم، يا دار فاطمة التي تبكي لدمعة مريم. من هطلوا على الأيام كالمطر الهامي، هطلوا وتوضأوا يوم النفير على كبورك بالدم. هطلوا أهلك من هطلوا على الأيام كالمطر الهامي، هطلوا وتوضأوا يوم النفير على كبورك بالدم. حملوا مصاحفهم وقالوا للرماح تكلمي، من أقسموا للسنديان بألف عهد مبرم. أردن يا بلدي، أردن يا بلدي، ويا ضوع الحروف على فمي. هز المسيحي الصليب فرق قلب المسلم، يا دار فاطمة التي تبكي لدمعة مريم. يا أردن يا بلدي، أردن يا بلدي، ويا ضوع الحروف على فمي. قسما 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 قسما
وبصوت الفنانة كارولين ماضي وكلمات الشاعر صفوان قديسات وألحان هيثم زياد وتوزيع طوني سابا مغنات دار النشامة.
والآن أستأذن دولة الرئيس دكتور عمر الرزاز مندوباً عن راعي مهرجان جرش ورئيس اللجنة العليا للمهرجان معالي الدكتور محمد أبو رمان وعطوفة مدير عام مهرجان جرش السيد أيمن سماوي لإيقاد شعلة مهرجان جرش في دورته 34، وعلى بركة الله وتستمر المسيرة.